بسم الله الرحمن الرحيم. ألف مليون مبروك للنادي الأهلي الوصول للدور قبل نهائي دوري الأبطال بعد تخطي عقبة سان داونز في ماتش الإياب، ماتش كان الناس كلها كانت متخوفة منه طبعا أكيد بسبب الذاكرة السيئة من السنة اللي فاتت والخماسية في بريتوريا، لكن فايلر زي ما عودنا صعب جدا جدا أي حد يقدر يتوقع الراجل هيلعب ازاي او التشكيل اللي هيلعب بيه والروتيشن بتاع فاير بيستمر. والنهارده بيفاجئنا بال4-1 اللي شفناها قدام سان داونز، واللي في وجهه نظري الشخصيه نجحت جدا جدا قدام بيتسو موسيماني، وما اعتقدش ان هو توقعها خالص موسيماني خلال الفتره ما بين ماتشين الذهاب والاياب. النهارده فايلر فاجئ موسيماني بتشكيل جديد جدا واعتمد فيه على طريقة 4-1-4-1، وكان أبرز حاجة فيه أنه بدأ بالرباعي المحترف الأسمر بخلاف علي معلول. ليه بقول الأسمر؟ عشان هو اختار الأربع لعيبة اللي يقدروا يدوا بدني لأطول وقت ممكن. بتكلم على أليو ديانج في وسط الملعب، وجيرالدو حطه وينج يمين وهنتكلم عليه كتير، وحط أجايي وحط بادجي، وطبعا علي معلول على الجناح الشمال، لعب بكل المحترفين في الفريق. كان قرار مميز جدا جدا ان هو يبدا كمان باللعيبه اللي بشرتها سمراء عشان يتحملوا درجه الحراره العاليه اللي كانت في بريتوريا النهارده ويقدروا يكملوا بدني لاطول فتره ممكن. طبعا بيتسو موسيماني على الناحيه الثانيه فاجئنا بيه ال4-3-3، مختلفه شويه عن ال4-4-2 لعب بيها في القاهره، لكن طبعا اكيد هو الراجل ما كانش عنده حل تاني غير الهجوم والهجوم والهجوم اللي كان بيلعبه هو خسران نتيجه الذهاب 2-0. الشوط الاول البدايه السريعه والخطفه اللي اعتاد بيتسو موسيماني يعملها لنا في الضربات الثابته زي ما عمل في القاهره، وشفنا الفاولين ساعتها لما سارينو كان بيحاول وزوان يهربوا من ام متولي ويسا ابراهيم لما كانوا هما اتنين مساكين في مصر، اتلعبت برضو نفس الكوره في بدايه الشوط، وشفنا ناشيمينتو المساك هو اللي بيحاول يهرب من جيرالدو في الفاول، لكن محمد الشناوي كان تصدي اكتر من رائع في الخمس دقائق الاولى. بعد البدايه دي خلينا بقى نشوف الشكل مش ازاي. النادي الاهلي كان هو الطرف الافضل، البدايه كانت مع النادي الاهلي وال4-1-4-1 كانت ناجحه جدا 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 في الاستحواذ على نص الملعب بوجود الثلاثي محمود متولي والسولية وأليو ديانج وأليو بادجي. طبعا كان كمحطة لعب عنده كرة حلوة جدا، بس هو عنده مشكلة واحدة، الورك ريت بتاعه مش كبير، بمعنى الكرة مش في رجله ما بيجريش، هو يعني حد ما بيحاول يهرول كده بس. يعني مثلا أليو ديانج من غير كرة بيهرول، لكن لما بيلاقي الكرة وفي مساحة ضغط بضغط بضغط بضغط. أليو بادجي بيفضل على نفس الريتم على نفس النسق، ودي نقطة مفروض ان هو يتطور فيها، لكن عنده ميزة حلوة قوي بصراحة، الفيجن عنده حلوة، بيقدر يباصي الكرة ما بين المنافس، اتنين لعيبة منافسين، يحط الكرة بينهم بشكل جيد جدا، شفناه عملها مرة الشوط الأول وعملها مرة في الشوط الثاني، بس هو محتاج انه ياخد طبعا اكيد شوية خبرة وياخد شوية تدريبات على مسألة ان هو يستلم الكرة تحت الضغط، ما كانش بيعملها بالشكل اللازم. بس تاني النادي الاهلي في اول ربع ساعة قدر عن طريق جيرالدو خصوصا وطبعا واجاي على الناحية اليسرى ان هم يعملوا هجمات وينوعوها، شفنا جيرالدو عمل جبهة حلوة قوي مع احمد فتحي وقدر ان هو يتحط في موقف واحد على واحد كتير، وقدر جيرالدو ياخد فاولات من المنطقة دي كذا مرة، وقدر حتى في واحدة بينهم عدى منها وعمل كرة عرضية كانت وهمية حلوة قوي لأجاييه اللي كان زي ما قلنا في الشوط التاني في ماتش الإياب فايلر بدأ يطلب منه يبقى مهاجم تاني داخل منطقة الجزاء ومبقاش واقف على الخط، وشوفنا الكرة بصراحة عدت من فوق راس أجاييه كانت ممكن تيجي هدف. برضو النادي الأهلي ما اعتمدش على جيرالدو بس، لا نوع، وشوفنا علي معلول هو اللي بيطير كتير مع أجاييه وكان على طول بيرجعه دفاعات سان داونز لورا، شفنا علي معلول فعلا اللعيبة كانت خايفة منه. بتكلم على أول ربع ساعة لما كان بيوصل المنطقة دي الوينجر بتاع الباك يمين بتاع سان داونز كان بيخاف ان هو يخش عليه، كان في مسافه كانت بتسيب لعلي معلول مساحه انه يعمل التمريره زي ما هو عايز. نتج عن ده طبعا زي ما قلنا الضغط كان بيحصل وقدره جيرالدو على الحصول على ضربات ثابته انه خاب من المنطقه دي الفاول لعلي معلول قدر يجيب منها
الهدف الاول، وهدف كان مميز جدا للنادي الاهلي. بعد الهدف ده شفنا سان داونز ارتباك شديد جدا، الفرقه فكت خلاص، شكرا المصيبه حصلت وكده، احنا مش مطالبين بس نجيب جولين، لا لازم نجيب اربعه. فبدات المساحات توسع جدا جدا ما بينهم، وبدا طبعا النادي الاهلي يستلم المنطقه دي، وشفنا عمرو السوليه بيشوط واحده حلوه قوي. في وجهه نظري الكوره دي لو كانت عملت باند هنا بس بالظبط في الحته دي، كان صعب جدا على انيانجو ان هو يمسكها. هو مسكها ليه؟ لان الكوره راحت عاليه مستنيره بشكل مستقيم لغايه المرمى، فقدر ان هو بقت سهله ليه بصراحه انه ياخد البوزيشن ويعمل التراي بسهوله. بعد الحته دي بصراحه استفاد سان داونز من اللعبه اللي احنا دايما بنتكلم عليها. النهارده سان داونز عمل 71 كره طوليه، منها الكوره اللي اتلعبت في ظهر علي معلول، وقدر فالكاتزي وسيرينو ان هم يسرقوا الكرة ويكملها. سيرينو كمل الفرصة وجاب هدف التعادل لسان داونز في الدقيقة 27. في وجهة نظري الهدف التعادل اللي جه بشكل مبكر هو ده اللي دفع المعنوية لسان داونز، وبدأوا خلاص واضح جدا جدا طريقة اللعب. ان انا النهاردة عارف النادي الاهلي بيرجع الوينجات بتاعته للخلف، فانا ابدأ العب الكرات الطولية. طبعا احنا لما بنتفرج على الماتش الناس عماله تقول يا جماعه بلاش التاخر، والناس ولاعيبه الاهلي عمالين يرجعوا ورا قوي لخط دفاعهم، حتى الشكل وصل ل 6-3-1، وده مسايب المساحه لسان داونز ان هو يتقدم، واحنا متقهقرين جدا لورا. لكن هي بصراحه العمليه صعبه يا جماعه. ليه؟ لعيبه الاهلي ذهنيا لما بيجوا يفكروا ان هم يطلعوا ويخلوا الدفاع متقدم شويه، كله خايف من المساحه اللي وراه. شفنا الكوره اللي زواني خطف فيها احمد فتحي ولبسه الكارت الاصفر، وكان في وقت مبكر جدا، وهي دي كانت الخطوره، ان انت ما تقدرش تلعب بدفاع متقدم قوي قدام سان داونز، ان الفرقه بصراحه على ملعبها بيعملوا الكروس باس وبيعملوا اللونج باس باجاده كبيره بصراحه، بيعملوها واضح ان هم متدربين عليها كتير قوي 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 قوي، ان درجه الاجاده من اللعيبه كلها بتوصل بصراحه للدرجه دي. شفنا اللعيبه كلها بتستلم الكره، بيقدروا يلعبوا الكره الطوليه بشكل مميز، وبالتالي كان في خوف ان انت تقدر تتقدم دفاعك، وده امر طبيعي جدا ما نقدرش نلوم عليه لعيبه النادي الاهلي. لكن ريني فايلر كان بيشتغل، كان بيشتغل ليه؟ لان اسوا فترات النادي الاهلي في المباراه كانت الربع ساعه الاخيره من الشوط الاول او ربع ساعه من الشوط الثاني. التغييرين اللي عملهم بتوع محمد هاني وايمن اشرف، وجهه نظري الشخصيه تغييرين ممتازين جدا جدا جدا. ليه؟ لان بيتسو موسيماني مع بدايه الشوط الثاني نزل لانجرمان الباك الشمال الهجومي، وبدا يطيره بشكل كبير جدا على احمد فتحي، بقى في سرعات وبقى في ضغط جدا جدا جدا. فكان الفكره من رينيه فاير انه يعمل ثنائيه ما بين محمد هاني وحسين الشحات، ثنائيه فيها سرعه تقدر تقفل الجبهه اليمنى، ويدخل احمد فتحي كهاف ديفندر يساعد عمرو السوليه وألي ديانج ويحافظ على العمق اللي عامله في نص الملعب. على الجبهه اليسرى قال لك لا انا مش هنزل مهاجم، لا اوكي انا اقدم علي معلول بحيث يبقى هو الوينجر، وانزل ايمن اشرف اللي عمل بصراحه 25 دقيقه مميزه جدا جدا لما نزل، وقدر فعلا ان هو يحد تماما من هذا الكم من العرضيات اللي كان بيعملها سيرينو من الجبهه اليسرى للنادي الاهلي. وشفنا المواجهه اللي كانت ما بينهم، وازاي ان ايمن اشرف قدر يعمل التاكلينج بشكل مميز جدا. تغييرات فاير في الشوط الثاني بصراحه امنت للنادي الاهلي ان هو يهاجم، وكلنا حتى بصراحه شفنا في الشوط الثاني كان منظر الملعب في مجموعه لعيبه هنا اهو ومجموعه لعيبه هنا اهو، والمساحه دي فاضيه خالص، فاللي كان بيقدر ياخدها شفنا أليو ديانج خد كام كوره وقدر يجري بيها ويطلع بيها لنص ملعب سان داونز، وقدر يعمل خطوره في الشوط الثاني بصراحه. كنا مستنيين الفينش من حسين الشحات، اللي مش عايز الوم عليه اللوم الكبير بسبب تضييع الفرص، لحد ما حسين الشحات قدر ان هو يعمل جبهه مميزه للنادي الاهلي، وكلنا كنا بنشوف ازاي بيفتح الملعب وبياخد المساحه وبيقدر يعمل فرص للنادي الاهلي في الوقت كان عليه ضغط، فدي نقطه مميزه. الفينش بصراحه كان محتاج تركيز، لان انا كنت شايف ان حسين الشحات مشتت شويه ما بين ان هو يرقص او يروح عند الكورنر ويحتفظ بالكوره او يلعب الكروس لاجاييه اللي واقف لوحده، كان متشتت قوي في الوقت ده، كان نشامنته بيشوفه متشتت على طول بيضغط عليه ويستخلص منه الكوره. كان في كل الاحوال وجهه نظري ريني فايلر ادار المباراه بشكل مميز جدا، تغييراته كانت ممتازه، لعيبه النادي الاهلي ذهنيا وبدنيا قدروا يكملوا للدقيقه 90 بخلاف ماتش السنه اللي فاتت لو نفتكر. كل شيء النهارده اعتقد النادي الاهلي كان ايجابي. الف مليون مبروك النادي الاهلي التاهل للسيمي فاينل، وان شاء الله نشوف بقى باذن واحد احد فاينل مصري بعد ما النادي الاهلي والزمالك يقدروا ان هم يتخطوا عقبتين نص النهائي. شكرا جزيلا، كريم سعيد.